السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم قصصات حريمي. هنتكلم النهاردة عن المس والحسد والجن واللي بيعمله في البيوت المصرية. ازاي انتي تحافظي على بيتك من الجن السحر؟ ازاي تحافظي على بيتك من اي اذى شيطاني؟ احنا شفنا في الفتره اللي فاتت، الفتره القريبه، ان كان في بيوت بتولع من الاذى الشيطاني في الشرقيه وفي كذا في اكتر من مكان، وكان حديث كبير قوي طب ازاي احنا نحافظ على بيتنا من الكلام ده. وهنتكلم كمان عن العادات الخاطئه اللي في دماغ بعض الناس، ان دي هي بتمنع، ان العادات دي بتمنع الاذى الشيطاني. هنتكلم كمان عن ازاي تحصني بيتك، ازاي تحصني الولاد، ازاي تحافظي على نفسك بالقران والسنه. بس قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا النهارده، خلونا نرحب بالاستاذ محمد فاروق، باحث في علوم الجن والرقيه الشرعيه. اهلا وسهلا استاذ محمد. أهلاً زي حضرتك. اهلا بحضرتك. والله موضوع الجن اللي حرق البيوت واللي في قرى الشرقيه وفي كفر الشيخ او في اكتر من مكان، راي حضرتك ايه؟ هو الجن ممكن يعمل كده في البيوت؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. ثم اما بعد، اخي الفاضل يوسف، طبعا موضوع حرق الجن للبيوت امر معروف، يستطيع الجن أن يحرق، يستطيع الجن أن يخطف البشر، يستطيع الجن أيضا أن يفعل أشياء كثيرة، وذلك بموجب القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعلمون أن للبيوت عوامر من الجن؟ قالوا: بلى. قال: أن للبيوت عوامر من الجن، فإذا وجدتموه فآذنهن ثلاث. فوجب على كل مسلم وجد حية في البيت أن يؤذنها، أي يحذرها أن تخرج قبل أن يقتلها، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو فعلا الجن بيسكن البيوت يستطيع. نعم، هناك نوع من الجن يسكن البيوت، هو ما يسمى بعمار البيت. عمار البيت. ويقدروا يعملوا حاجة في البيت فعلا، يعني الحاجات الحرق والأذى والكلام ده كله يقدروا. نعم، يعملوا في البيت. نعم، ده أمر يؤخذ بالثأر. ده أمر طبيعي. أمر طبيعي طبعا. طيب، طب سؤال لحضرتك، إزاي نفرق أو نعرف إذا كان الأذى الشيطان ده وصل البيت ولا لأ؟ ازاي اعرف اذا كان بيتي فيه حاجه، فيه سحر، فيه مس، فيه كذا من كل الانواع دي، اعرفها ازاي؟ اولا، هناك علامات لوجود عمار البيت في المكان. اولا، كثره الحركه في البيت، سماع الاصوات في البيت. كثره الايه؟ الحركه، حركات الحركه. نعم، يعني بقى يعني في مكان اسمع صوت في مكان تاني. بالظبط كده، ممكن تجد المراه مثلا صوت مثلا في الدولاب، ممكن تجد صوت في المطبخ وهم نايمين، فهذا ان دل يدل على وجود شيء في البيت. هذا اولا. ثانيا، كثرة المشاكل بين الأسرة الواحدة في البيت، هذا أيضا دل يدل على وجود جن البيت. اللي قصدك المشاكل اللي إيه؟ ما نعم. فيش بيت بيخلى من مشاكل. لا، المشاكل الغير مبررة، يعني زي تكون مشكلة صغيرة ثم تتحول إلى مشكلة كبيرة، هذه من دواعي نفس الجن في البيت. نفس أذى الجن، يعني أذى الجن في البيت. نعم. أيوه أيوه. طيب، الأذى الشيطاني ليه صور تانية جوه البيت؟ ليه صور كتيرة جدا طبعا. بس تعال بينا قبل ما نتعرف على الأذى الشيطاني، تعالوا نتعرف أولا عن الرقية الشرعية وضوابط الرقية الشرعية، وما هي الرقية الشرعية، وكيف تحصن المرأة نفسها داخل البيت. أولا، الرقية الشرعية أو الرقية الشرعية، ما هي الرقية لغة واصطلاحا؟ هي العوزة أو التحصين أو الحماية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن بها شرك. وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطا احمرا حول هذا الامر، وقال ان الرقى لابد ان لا تكون فيها شرك او تكون بها استعانه بغير الله عز وجل. المس الشيطاني في البيت صوره كبيره، عندنا اكثر من نموذج للمس الشيطاني. ممكن مثلا من عادات خاطئه تفعلها المراه داخل البيت، مثالا، ممكن تجد امراه تجيب ورقه وتقصها وتعملها عروسه، وتبدا ان هي تقول: من عين فلان ومن عين علان ومن عين جارتي ومن عين خالتي ومن عين ومن عين. هذه الأمور من الممكن أن تكون سبب في دخول الجن البيت أو دخول الجن داخل جسد المرأة. خلي بالك، لسه أنا ليه في وقت هنتكلم فيه عن العادات الخاطئة، سؤال أنا مجهزه لحضرتك، اللي إزاي هم يعني بمنتهى يعني عدم إدراك الموضوع بيأذوا نفسهم بنفسهم. لكن إحنا خلينا نتكلم عن دلوقتي، نركز أكتر عن صور الأذى الشيطاني اللي بتبقى موجودة جوه البيت. إحنا قلنا المشاكل، إحنا قلنا الحركة جوه البيت. طب في الأطفال أو في الولاد، ممكن يعني هناك أعراض معروفة ومعلومة عن وجود المس الشيطاني داخل البيت. أولا، كثرة النوم. ثانيا، التفزيز عند النوم. تجد ممكن تجد حد نايم وتبدا ان هو يتفزز، يبقى في فز وهو نايم يتفزز خلاص، او يبدا ان هو يتكلم بصوت عالي او يصرخ.
ده وهو نايم. وهو نايم ده برضو يعني صورة من صور المس الشيطاني. الصرع صورة من المس الشيطاني، شرط ألا يكون صرع طبي عشان ما نخشش في إيه في موضوع. نقول هنا عن نقطة، إيه الفرق بين الطب وبين الأذى الشيطاني؟ لا، الصرع زي ميز بين الاثنين، مش على الصرع عموما. عموما لابد من الرقية الشرعية، لابد أن يقرأ على المريض الرقية الشرعية كاملة. تمام. حتى نتأكد إن تماما كان هو من خلول مريض بالضبط، مريض أصلا مريض رقية شرعية ولا مريض عضوي. يعني لو لقيت ابنها في زي ما حضرتك اتفضلت كده وقلت فيها مش في مشاكل كذا 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 كذا، تقرا عليه الرقيه الشرعيه وماشيه بالشرع والسنه، لو استمرت الاعراض يبقى هنا في امر طبي. بالظبط، ده قصدي. لابد ان يسرع وقت الرقيه الشرعيه، وان لم يسرع فهذا مرض. تمام. طيب لو قلنا هو الاذى الشيطاني بيجي لوحده ولا ممكن حد يرسله اليك؟ هو من الممكن، يعني هناك نوعين من الامر، اما ان يكون جن مرسل عن طريق ساحر، واما ان يكون هو جن ولا شيطان. لا، جن. ايه الفرق بين الاثنين؟ لا، الشيطان هذا للوسوسه، الشيطان هذا خلقه الله عز وجل للوسوسه، اما الجن هو مخلوق خلقه الله عز وجل مثل البشر، ياكل ويشرب وينام ويفعل، يعني فيه كل شيء. اما الشيطان هذا يعني شق ثاني خالص من الموضوع. اما الجن خلقه الله عز وجل للعباده مثله مثل البشر. الفرق ما بين المرسل والغير مرسل، المرسل هو جن صاحب سحر بعقد مبرم بينه وبين الساحر، يكون عقد مبرم بينه وبين الساحر، يعني في واحد ساحر عندنا بيرسل جن لفلان الفلاني او لفلانة الفلانية عشان يدخل داخل الجسد ليفعل ما يأمره به الساحر، اما ان يكون سحر طلاق، اما ان يكون سحر تفرقه، اما ان يكون سحر مرض، واما ان يكون سحر تعطيل زواج. نعم نعم نعم، كل هذه الامور هذا هو الجن المرسل. اما الجن اللي هو بيدخل عن طريق الاعتداء، مثلا ممكن مرأة مثلا تدخل تطلق مثلا ميه سخنه داخل حوض المطبخ دون ان تسمي، فمن الممكن ان يكون هناك جن يجلس في هذا المكان فيؤذيها فيدخل الجسد انتقاما منها، هنا نسميه المس الانتقامي. وده ممكن كمان يكون اللي حصل معانا في القرى اللي هي بدأت ان هي بيوتها تولع، من ممكن ان يكون الامر ده يكون برضه مس انتقامي. طار يعني. نعم، بفأر بالضبط، تاخذها بصأرك، يعني زي الشاب الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي زواج، كان حديث عهد بزواج. نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب ولكن خذ عليك رمحك حتى يتبع عنك اهل قريظة. نعم. فلما ذهب وجد حية كبيرة في المكان فأراد ان يصيبها فوقع او خر ميتة، الاثنين قتلوا في نفس الوقت. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كان جن ولكن أخذ بثأر، إذن الجن يأخذ بالثأر، هذا معلوم. نعم. الجن يأخذ بالثأر، فما ممكن يكون هذا الأمر أخذ بثأره. يعني هو نقول تاني برضو الأذى الشيطاني يا إما يبقى أخذ بالثأر كده، صح كده؟ نعم. أو إن إحنا تعرضنا لأماكن الجن. نعم. في المنزل أو في مكان ما. وهناك صور أخرى، يعني عندنا صور تانية. قول لي كده. مثلا يعني مثلا ممكن حد يروح يشتري كتاب من كتاب السحر أو كتب السحر المنتشرة على الإنترنت أو منتشرة في الطرقات أو منتشرة، يبدأ أنه يقرأ ويطبق هذا الأمر. يا الله. نعم، فهنا يتحول الأمر إلى من غير ما يعرف خطورة الموقف اللي هو بيعمله ده. بالضبط، يعني هو الأمر يتحول إلى مس شيطاني. يتقلب عليه هو؟ يتقلب طبعا عليه هو. طبعا. طبعا. طيب، ويبقى الفرق ما بين الـ 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 يعني حضرتك تعرف اكتر مني، الاذى اللي بيجي لوحده والاذى اللي حد بيبعته لي، الفرق ما بينهم اوضحه ازاي؟ الفرق ما بينهم ان هذا مرسل وهذا غير مرسل. هذا ياتي عن طريق الانتقام وله اعراض، وهذا ياتي عن طريق احد يرسله الى شخص ما بعقد مبرم، زي ما قلنا ساحر يروح لحد بعد كده يبدا ان هو يبعت سحر لفلان الفلاني، وده له اعراضه الثانيه. الاعراض الاولى بتكون اما ان تكون أعراض منامية وأعراض في اليقظة. أعراض اليقظة دايما تجد المصاب بالمس الشيطاني عامة، سواء كان رجل أو امرأة، تجد دايما بيحس أنه يأتي له صداع من حين إلى الآخر، يجد رعشة في جسده أو انتفاضة في جسده، ضيق في الصدر، رغبة في البكاء بدون سبب، تجد عنده عدم الاستمرار في الطاعة أو لا يستطيع أن يداوم على طاعة ما. دايما المس الشيطاني اللي هو الغير مرسل، تجد ان مريض المس الشيطاني عنده نوع من انواع الوسوسة. دخلت توضيت، لا انت ما توضيتش كويس، لا الصلاة صلاتك ناقصة، انت ركعت ولم تقيم، وهكذا يكون فيها وسوسة اكثر من اللازم. اما اعراض السحر، السحر ما هو الا خيال يخيل اليه من سحر انها تسعى،
إذن هناك شيء في السحر ما يسميه بالسحر الايه؟ سحر الخيال. أولا السحر بالعقد المبرم ما بين الجن والساحر هو ما دق ولطف وخفي سببه. تاني السحر لغة واصطلاحا هو ما دق وخفي سببه. إذن يجد الرجل أو تجد المرأة الشيء على غير طبيعته، يجد القصير طويل والطويل قصير، يجد الجميل خداع بصري بالضبط يعني. كده خداع بصري. كما فعل سحرة فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام. حينما أرادوا أن يسحروه فسحروا أعين موسى صلى الله عليه السلام. يعني سحروا أعين عين موسى عليه السلام، رأى الحبل حيا كأنه حي. بالضبط. فإذا السحر ما هو إلا سحر خيال، خلاص يخيل إليه من سحر أنها تسعى. لذلك نقول أن من علامات المسحور دائما أن يجد الشيء على غير طبيعته، القصير طويل والطويل قصير والجميل قبيح. يجد دائما يجد مثلا الرجل يشكي يقول امرأتي جميلة لكن أراها في البيت بصورة دميمة، تجد المرأة هكذا زوجي يعني جميل ولكن أراه بمنظر غير طبيعي. ممكن يكون هذا من دواعي الإيه؟ من دواعي السحرة. لا إله إلا الله. نعم. طيب تعال بقى نبتدي نخش في صلب الموضوع. المعتقدات الخطأ، المعتقدات الخطأ اللي بيعملوها ستات البيوت وبيجلبوا بيهم الـ 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 السحر وما بيحصنوش نفسهم، وده بالعكس ده بيكون أذى عليهم أكتر. بس خلينا نجاوب بعد الفاصل، فاصل قصير ونعود. تاني كنا قبل الفاصل بنتكلم عن المعتقدات الخاطئة في تحصين البيت والنفس وكده. هنبتدي الأول مع أنواع السحر، وإزاي إذا لقيتي، لو لقيتي حجاب أو لقيتي أي حاجة في البيت إزاي تتعاملي معها. وجبنا للموضوع ده طبق ميزة محرك طلبت منك. وكمان في عندنا نموذج صغير، هو طبعا نموذج غير حقيقي ولكن هو نموذج يكفي ان احنا نشرح عليه كيفية فكه ان شاء الله. تمام. الاول طب نتكلم عن انواع السحر كده اللي هي ممكن نتعرض لها البيت، وبعد كده نخش على المعتقدات بقى واحدة واحدة كده تقول لنا الدنيا تبقى ماشية ازاي، وبعدين نخش على موضوع فك الحجاب. صح كده اسمه حجاب؟ السحر اذا وجد في حجاب او سحر. صح الاثنين واحد. هو اثنين. هو الحجاب هو السحر. هو الحجاب هو السحر. الحجاب هو السحر. نعم. تمام. طيب. انواع السحر بقى. طيب قبل ما نشوف انواع السحر احنا ممكن نشوف الفيديو الاول علشان صدق. نعرف ايه هو السحر. تمام. تمام. اول فيديو معانا اهو. تمام. احنا دلوقتي كان عندنا نوع من انواع الاسحار اللي هي بتبقى مكتوبه باليد او طبعا احنا شايفين عروسه دلوقتي كده ومكتوب فيها شويه كلام. اما ان يكون قران يكتب من الشمال الى اليمين، واما ان يكون حروف متقطعه، واما ان يكون جداول مكتوب فيها العقد المبرم ما بين الجن والساحر. تمام. يعني هذه هي الامور التي يفعلها دائما الساحر. وده واضح من الفيديو ده ان هو ده سحر تفرقه بالاجساد ما بين المراه والرجل. وتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. تمام. جميل. اولا انواع السحر، عندنا انواع السحر كتير جدا. تمام. منها سحر الخيال اللي احنا شرحناه من شويه. قلنا ان ممكن التهيؤات التهيؤات. نعم. وعندنا سحر اصلا ما يسمى بالسحر المدفون، السحر المعلق، السحر المخزون، سحر يوضع في قفل يتحط في قفل. عندنا نوع من انواع السحر تعطيل الزواج، عندنا نوع سحر من انواع سحر المرض، عندنا سحر كمان ما يسمى بسحر تعطيل الـ مش الارزاق ولكن تعطيل العمل. لا يبقى غير موفق في حياته العمليه. موفق العمل بشرط ان يكون الجن اصلا هنا عمل هذا الجن. هو الجن لا يمنع الرزق عشان الناس بس. نعم. يعني لا أيوة تعتقد. أيوة هذا أكيد. الامر الجن لا يمنع الرزق ولكن يمنع سبب الرزق. يعني مثلا جن يدخل جسد الانسان عن طريق هذا السحر فيبدا الانسان يبدا عنده بخمول، لا يستطيع ان يذهب الى عمله، مش قادر يروح لعمله. أيوة. يبدا ان هو يوسوس له، انت لو رحت المكان الفلاني ممكن يحصل لك حاجه فلانيه، فيبدا ان هو يخاف، بدا ان هو يقعد في البيت. عشان كده يبقى كده مفيش سبب في الرزق لكن هو لا يمنع. نعم. الرزق. تمام. ثاني شيء ممكن عندنا كمان سحر ما يسمى بسحر تعطيل الزواج، وده سحر عام مطلق. احنا عندنا السحر ده منتشر جدا، سحر تعطيل الزواج. واحده تروح للساحر عشان خاطر فلانه كان عايز مش عارف ابنها يتجوزها، فهي طبعا ما رضتش مش عارف ايه لظروفه، فيبدا ان هي يعني ايه تعمل له سحر عشان خاطر يبدا ايه اسمه استجلاب القلوب. نعم.
كنت حضرتك اتفضلت وقلت بقى ايه المعتقدات بقى الخطأ زي ايه بيعملوا ايه، قلت لي العروسه بالظبط كده، قول لي بقى هم واحده واحده كده الاخطاء اللي بيعملوها. عندنا مجموعه يعني اخطاء شائعه خاصه عندنا في مصر، وبيعتقدوا في الحاجه دي ان هي اللي هتمنع الاذى، هي الشافيه وهذه هي العافيه. بالظبط كده بالظبط. اول شيء المراه تاتي بورقه زي ما قلنا تقصها على هيئه عروسه، معانا شكل الموضوع بالظبط كده معايا، تبدا ان هي تشوف معايا ورقه تبدا ان هي تقصها على شكل عروسه، وتبدا تقول من عين فلان ومن عين علان، زعما منها ان هذه الورقه تقيها من العين وتقيها من الحسد. زي موضح عندنا اهو، موضح بالظبط من عين فلان وعين علان، تعمل عروسه صح كده. بالظبط كده. تاني ممكن حاجه تانية كمان، يامر دائما تامر المراه الرجل او تامر البنت في البيت ان ترتدي الملابس مقلوبه، زعما منها ايضا ان هي يعني البس البنطلون بالشلوب يعني، لا 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 اسف الاشياء الداخليه خلاص كده، زعما منها ان هي تقي من السحر وتقي من العين. دي ست كبيره صح كده، وماسكه بتاع هو ماسكه العروسه، بتبدا تخرم فيها من عين فلان من عين علان، ولو فلان حسد مش عارف يبطل. وطبعا كل هذه الامور اعتقادات خاطئه. بتعمل ايه بقى يا دكتور؟ ما بتعملش حاجه، هي ممكن تسجل الجن، ممكن تسجل الجن طبعا الله. ممكن مثلها مثل القراءه في كتب السحر، يعني ممكن احنا مثلا برضو كمان عندنا برضو صوره الايه الخمسه والخميسه اللي هي او الكف الازرق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلى التمائم. الله عليه وسلم قال ان التمائم شرك، الخرزه الزرقاء الخمسه وخميسه بنعلقها على الباب، بنعلقها في اوضه مش عارف الاولاد، بنعلقها مش عارف ايه، بنعلقها احيانا في السيارات. الخطا هنا في ان الاعتقاد ان دي بتضر وتنفع. نعم، الضار والنافع هو الله عز وجل. برضو عندنا برضو خطا شائع جدا الذبح، واحد يجي مثلا يذبح ويهل الله عز وجل، بعد كده يبدا ان هو يمسك الدم ويبدا يحطه على الحيطان ويحطه على السياره ويحط مش عارف على البيت. كل هذه الامور امور خاطئه وامور من الممكن ان تستجلب الجن او توحي الى الجن ان يدخل جسد الانسان او يجع نفسه في هذا المكان. حاجه تاني برضو بالست بتعملها في البيت، عندنا برضو عندنا خطا شائع جدا خاصه في صعيد مصر او في الافيافنا، عندنا مثلا يقول لك ايه، لو واحد لسه هيتجوز يلبس شبكه. يلبس ايه؟ شبكه صياد. زعم منه ان هو هذا الامر يقيه من سحر الربط، اللي هو عدم الجواز اصلا ما يعرفش يعني لا يستطيع ان ياتي زوجته، لا يستطيع او يفعل ذلك خلاص. يعني ده برضو خطا شائع جدا. عندنا خطا كمان وخطا خطير جدا. اول خطا ممكن تقع فيه المرأة ويقع فيه الرجل في البيت هو استجلاب كتب السحر في البيت حتى دون أن يقرأ. لا إله إلا الله. يعني من الممكن بيجيبوها ليه؟ بيعتقدوا يعني أنها تحل لهم حاجة؟ يعني ممكن أقول أشوف فيها حاجة، أبدأ أدور كده على أي شيء فيها يمكن ينفعني، حاجة للرزق، حاجة مش عارف لزواج البنات، حاجة لزواج مش عارف إيه، ويبدأ يطبق. ده خطر طب جدا. تعالى بقى نعكس الصورة دي يا دكتور وتقول لنا إزاي الصح بقى، في اول حاجه ازاي ان احنا لو هي لقت حجاب او حد عامل لها حاجه او كذا وكذا ازاي تمحيه وتفكه زي ما حضرتك قلت فضل تعمل جدا. والحاجه الثانيه ايه اللي تنصح بيه بقى ان هو ده الصح في الوقايه من الجن واعمال الاذى الشيطاني؟ اتفضل. طيب احنا معانا هنا دلوقتي نموذج من نموذج السحر، وده مش نموذج حقيقي على فكره، ده احنا ورق احنا مطبقينها كده يعني، يا ريت بس حضرتك تقرب شويه علينا عشان خاطر يشوفوها. تمام. ده نموذج غير حقيقي للسحر، ولكن احنا هنمثله ان هو بالفعل سحر زي ما احنا شايفينه. طيب اول حاجه تفعلها المراه اذا وجدت هذا السحر في البيت، يعني ممكن ست تروح لدجال او لنصاب او لمعالج كما يدعوا المعالج الروحاني. دائما المعالج الروحاني يا اخوانا هناك فرق ما بين المعالج بالرقيه الشرعيه والمعالج الروحاني. المعالج الروحاني دائما بيقول ايه، ارد الغائب، استجلب الحمى، في ظرف مش عارف كم دقيقه وفي ظرف مش عارف كم ساعه ثانيه خلاص كده وهكذا. طيب اذا وجدت المراه هذا السحر في البيت ماذا تفعل فيه؟ ازاي طريقه فك سحره الصحيحه؟ اول شيء تجيب اناء به ماء وتبدا تنفث به فيه بالرقى الشرعيه، تبدا ان هي تقرا الفاتحه، ايه الكرسي، المعوذتين في هذا الماء، وفي كل نفس تبدا تضع ايه النفس فيه. بعد ما خلصت الكلام ده يعني الميه تقرا عليها ايات الرقى الشرعيه، ايات السحر. تمام. هي بتقرا ماسكه الطبق وتبدا ان هي تنفس فيه. في بعض العلماء قالوا من الممكن ان يضع الصباع ولكن هو الافضل النفس. النفس يعني افضل في النفس خلاص. بعد ما تقرا الرقى الشرعيه على هذا الماء تبدا تاتي
بالورقه بالحجاب، طبعا لها اشكال تانية كتير جدا، ممكن يكون فيها شكل مربع كذا او كذا. ممكن يكون كمان مغلفه او تمام. ممكن يكون محطوط عليها خيط تمام. او ممكن يكون فيها اي حاجه. طيب بعد ما تجد هذا السحر تبدا ان هي تلتدي قفازات في ايديها، وده شرط لازم مهم جدا حتى لا يتحول هذا السحر من الورقه الى اليد، فيبدا يدخل عن طريق الطعام فيبدا يتحول الى سحر ماكول ومشروب. لا اله الا تاني اكرر، يبقى لازم خطا شائع جدا، لابد من ارتداء القفازات. جوانتي، نلبس جوانتي من عند من صيدليه نجيبه ونبدا ان احنا نفك بيه السحر عشان خاطر ما يتحولش السحر الى تمام. ماكول او تمام. مشروب. طيب بعد ما لبسنا الجوانتي معانا، بعد ما قرانا على الرقى الشرعيه على الماء، يلا. نبدا بفك الايه، بفك هذا السحر فوقيها. طيب. وانا وانا بفك احاول ان انا اقول ان ممكن يكون الساحر حاطط هنا بعض المواد، ممكن يكون حاطط بعض تراب، ممكن حاطط بعض قشر من الثوم او البصل او اي شيء او شعر او اي حاجه، فبد واحنا بنفتح الحجاب يعني نخلي بالنا واحنا بنفتحه علشان خاطر ما ايه ها ما فيش حاجه تسقط على الايه على الارض. طب لو في مثلا عندنا خيط ملفوف، يبقى نفك الاول الخيط، ولا بد من المراه وهي بتفك السحر ده لابد ان هي تقرا ايه الكرسي تحصينا. نعم تحصينا تمام. خلاص تبدا ان هي تفك الحاجات دي، تبدا تحطها في الماء، كل شيء متعلق هنا او كل شيء موجود هنا لابد ان يوضع في الماء الايه تمام. الماء المرقي حتى يبطل. بعد كده نبدا ان هي تفك السحر بالراحه خالص كده واحده واحده، تبدا ان هي لو في حاجه جواه تبدا ان هي تنزلها في الميه، تحطه في الميه بالظبط كده. بعد كده تبدا ان هي تفك السحر بعد ما يعني انا اعتقد ان ده السحر ده مثلا خلاص. هتلاقي هنا مثلا ايه جداول او ارقام او حروف مقطعه او قران، ممكن في ساحر يكتب القران بمداد غير طاهر. تمام. علشان خاطر يبدا ان هو يستجلب به الجن، فممكن الورقه تعطي ده بس ده قران، لا ده مش قران. طالما ان هو يعني وضع بهذه الطريقه اذا هو سحر من الاسحار. طيب تبدا ان هي تحط السحر بالطريقه ديت، تبدا ان هي تسقط الورقه في الماء وتبدا ان هي تزيل مادة السحر المكتوبة، يعني الكتابة المكتوبة تزيلها، ممكن تزيلها بإيديها يعني كده لابسة جوانتي خلاص كده، تبدأ تزيلها بإيديها. بعد كده يترك هذا السحر لمدة 10 دقائق حتى نزيل كل الكتابة المتعلقة فيه، وبعد كده نبدأ ان احنا نطلعه تاني خلاص. بعد كده يبدا ان هو نحطه على جنب ينشف، بعد كده يبدا ان هو يحرق تمام خلاص. والميه نعمل فيها ايه؟ والميه برده ممكن تدي في اي مكان، لكن يعني مش في الطرقات، يعني ممكن اي حته على جنب كده عشان خاطر لا يتاذى منها. طيب سريعا كده اخر حاجه نقول ازاي، ايه الحاجات التانية اللي تقدر بقى تحصن بها نفسها؟ اول حاجه الاذكار، اذكار النبويه الصباح والمساء لابد، اذكار نعم. الصباح والمساء لابد ان تحصن نفسها بسوره البقره، دائما تبدا ان هي دائما تجيب ماء تقرا عليه نفس الرقيه الشرعيه، تضع فيه مسك او ماء ورد وتبدا ترش به اركان البيت، ترش بها اركان البيت وتبدا في تشغيل او قراءه سوره البقره. لابد ان تتعهد دائما المراه او الرجل في البيت بقراءه شيء من القران الكريم في البيت، لابد. تمام. انا بشكر حضرتك يا استاذ محمد، وربنا يجازيك عنا خير يا رب. في نهايه حلقتنا النهارده احنا اتكلمنا عن الاذى الشيطاني، اتكلمنا عن المس، الفرق بين المس وبين السحر، اتكلمنا ازاي لو لقيتي اي حاجه في وسط الهدوم في وسط البيت وانت بتروقي انت كذا ازاي تفكيها، اتكلمنا عن ان فعلا خطوره الموضوع ده شديد جدا، ان حرقت بيوت وعملت حاجات كثيره، ولكن ما بنخافش طالما احنا بنقول او ماشيين على الكتاب والسنه واذكار النبي صلى الله عليه وسلم، اذكار الصباح والمساء وقراءه سوره البقره. شكرا استاذ محمد الباحث في علوم الرقية الشرعية، اشكر حضرتك. شكرا يا جماعة، ويا رب نكون افدناكم، وحلقة سعيدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالفيس روحنا وسط الزحمة والحلو كده اتقص، ويوتيوب احنا اي مجلة مسحنا جمعنا كده واترص.